الدورة كانت دورة استثنائية حول برنامج العمل ديال الجماعة ونقطة اتفاقية بين مدينة الداخلة وبين مدينة سان جيرمان الفرنسية. وبعد النقاش اللي كان الحقيقة في المستوى ونقاش معمق ومفيد صادق المجلس على برنامج العمل ديال الجماعة بالأغلبية وصادق بالإجماع على اتفاقية توأمة بين مدينة الداخلة ومدينة سان جيرمان بعد ما كانت اتفاقية إطار تحولت اتفاقية توأمة. العبيد بن مبارك عضو المجلس البلدي في مدينة الداخلة ونسق فريق حزب العدالة والتنمية داخل المجلس. اليوم كانت عندنا دورة استثنائية تتعلق بمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة واللي احنا كمعارضة مع بعض الفرقاء الآخرين عبرنا عن رفضنا لهذا المشروع كون بعد اطلاعنا عليه عبرنا على انه ما يمثل تطلعات الساكنة وبالنسبة لنا ما هو مشروع يتلائم مع مدينة كمدينة الداخلة وبالنسبة لنا كذلك أنه له يكون أدنى مشروع في الجماعات الحضرية الجنوب مقارنة مع بجدور وجماعة الحضرية العيون والسمارة. شكلت الدورة الاستثنائية للجماعة الترابية للداخلة فرصة للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة في أفق 2022 وحظيت وثيقة المشروع بنقاش جدي لكافة أعضاء المجلس الذين نوهوا بقيمة المنهجية وأيضا إعداد هذا البرنامج وإخراجه إلى حيز الوجود. البرنامج الذي يشمل 7 مجالات أساسية تدخل ضمن اختصاصات الجماعة الترابية وهذه المجالات تضم 18 محورا التي تضم هي الأخرى 45 مشروعا و169 إجراء. إجراءاتهم المالية والجبايات والأملاك والعقار وتهم أيضا الخدمات والتجهيزات الأساسية تهم كذلك حفظ الصحة والبيئة والمحافظة على والنظافة ثم إعداد التراب والتعمير التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية كذلك ما يرتبط بالحكامة المحلية فضلا عن الشراكة والتعاون. كلها مجالات ستمكن إن شاء الله من تلبية كل تطلعات الساكنة وستحقق إن شاء الله ما تصبو إلى هذه الساكنة التي كان لها الفضل الكبير بكل هيئاتها وقواها الحية الفضل في تشخيص التشاركي الذي أفضى إلى هذه الوثيقة المرجعية التي ستؤسس إن شاء الله لثقافة جديدة ثقافة تتأسس على تدبير النتائج.